سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وبعود الأيام. أنا هبة حسب وده برنامج اللعب مع الكبار. ضيوفنا في اللعب مع الكبار مجموعة من النخب والنجوم، كل في مجاله، سواء المجالات الفنية، الثقافية، الأدبية، الرياضية، الفكرية، وكل ضيف عنده حسبة معينة وخلطة معينة للعبة، وكمان توقيت معين بيلعب من خلاله مع جمهوره، إمتى يطلع المسرح وإمتى ينسحب شوية ويتوارى في استراحة محارب يستعد من خلالها للعبة الجديدة. اللعبة الجديدة دي ممكن تبقى فيلم، مسلسل، أغنية، برنامج، أو خطوة مهمة في حياته العملية. كل لاعب بقى وعلى حسب الرقعة اللي بيلعب عليها. ضيفتنا النهاردة في اللعبة مع الكبار هي بجد متخصصة في اللعب مع الكبار، كبار العالم وكبار الحضارات القديمة. ضيفتنا النهاردة العزيزة جدا أستاذ مساعد في الآثار والتراث الحضاري وعميد كلية الآثار بالأكاديمية البحرية، دكتور مونيكا حنا. كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. وإحنا بنتكلم عن اللعب وتاريخ اللعب في التراث الإنساني والحضارات القديمة، لازم هنسأل ماذا كان يلعب المصر القديم، سواء الأطفال في الشوارع بيلعبوا إيه، أو على مستوى اللعب المحترف بقى، هل كان عندهم بطولات، هل كان عندهم ممارسة رياضة بشكل منهجي وليها معايير وبطولات وكده، ولا كانوا بيعملوا إيه في النطاق ده؟ هما كان عندهم ألعاب فعلا مختلفة جدا. كان في طبعا اللعبة المشهورة، أو اللي هي اللعبة زي الشطرنج أو الطاولة كده، كانوا بيلعبوها حتى الناس الكبار، كان اسمها لعبة السنت، كانش حتى لعبة الأطفال. كان ممكن نلاقي يمكن حاجات مشابهة للأطفال، ولكن كانت لعبة الكبار، يعني زي الشطرنج، أو محتاج تفكير ومحتاج إن الواحد يبقى عنده استراتيجية للعب وكده. طبعا بنلاقي لعب الأطفال زي العرايس، بنلاقي عربيات زي العربيات اللي بتتجر، وبنلاقي حاجات صغيرة يمكن الفك والتركيب للأطفال. فالأطفال كان عندهم لعب زي أي حد موجود النهاردة. النهاردة يمكن اللعبة بتاعتنا بالبلاستيك، لكن أيام زمان كانت قماش وقش وكتان وخشب. طبعا كان في بقى رياضة مهمة جدا، بنلاقي في مقبرة ختي في بني حسن عندنا شكل ألعاب زي ألعاب القوة. يمكن ناس قالوا دي يوجا، يمكن ناس قالوا دي حاجات مختلفة. نلاقي ألعاب كتيرة جدا في مقبرة بني حسن دي اللي موجودة في المنيا، أشكال زي الألعاب الأولمبية وزي الجيمناستكس. وطبعا كمان كان الملك بيلعب لعبة مهمة جدا اسمها الحبسد. كان الملك بيلبس ديل للطور ويبان نصه الفوقاني عريان، ويجري قدام الكهنة وقدام ناس من الشعب عشان يبين أنه هو لسه صغير ولسه شباب وصالح للقيادة. فحتى كمان أنه شكل أنه الفتنس دي، أو أنه الملك لازم يبقى دايما ليه شكل رياضي، كانت مهمة جدا لصلاحية الحكم. فالرياضة كانت مهمة جدا المصري القديم. طيب زي ما بنشوف في اللهجة العامية المصرية، في ألفاظ وكلمات ما زالت موجودة من أيام مصريين القدماء، أو بنلاقي شبهها، أو الكلمة تحورت عن كلمة. في لسه العيال النهاردة بيلعبوا لعبة مرتبطة أو لسه ممتدة عبر التراث ده كله والآلاف السنين ولسه عايشة ومكملة معنا؟ يعني في طبعا، يعني قد يكون انه لعبه السيجا اللي بتتلعب، او اللي هي نقره وشبره، دي قريبه جدا للعبه في مصر القديمه. قد يكون اغاني من الاغاني العيال بيغنوها في الشارع وهم صغيرين، او الامهات بتغنيها للولاد. يعني انا فاكره الدكتوره فايزه هيكل استاذتي الله يمسيها بالخير كانت في محاضره بتتكلم بتقول ان الاغنيه بتاعت يا طالع الشجره دي غالبا ليها دعوه باغاني كانت بتتغنى للاطفال في مصر القديمه، او ليها دعوه بانه بتحول الناس من عباده حتحور لعبادة إله واحد أو كده يعني. فإحنا في حاجات كتيرة جدا في التراث المعنوي بتاعنا للأسف لم يتم دراسته بشكل كافي، لأنه علم المصريات نشأ كعلم غربي، وكان الراجل الخواجة جاي عايز ياخد الأثار بتاعتنا. فعشان ياخد الأثار بتاعتنا لازم ما يدرسش المصريين اللي كانوا عايشين النهاردة عشان يقطع أي تواصل تاريخي بين مصر القديمة ومصر الحديثة. بس هو في تواصل تاريخي؟ طبعا في تواصل تاريخي في كل حاجة. المصريين اللي عايشين دول هم أبناء هؤلاء الأجداد طبعا، ومش بس مش أبنائهم بالدم أو العرق، أنا يمكن ده ما بيفرقش معي قوي، لكن هم أبنائهم بالثقافة. احنا عندنا ثقافه متوارثه من خلال الاجيال الكثيره جدا اللي تعقبت علينا النهارده، قريبه جدا لمصر القديمه. وحتى برضو انه انا بشوف ان احنا ما نقدرش نفهم اللغه المصريه القديمه الا ما نكون نتكلم عربي مصري، لانه في اكسبريشنز كثيره جدا في اللغه المصريه بتاعتنا الحديثه العربيه اللي احنا بنقولها دي قريبه جدا للهيروغليفي. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور مونيكا حنا في اللعب مع الكبار، وهنسألها عن البحث عن الآثار.
دول كانوا ناس كبار جدا ومحترفي تضليل، انهم فاكرين بيحافظوا على حاجتهم وعلى مقابرهم وكنوزهم من السرقة عشان ينتقلوا بيها الى العالم الاخر. ازاي كل هؤلاء يعني انتوا كلكم كفريق او كفرق كتير قوي بتبحث عن الاثار بتعرفوا تنتحلوا عقل الاخر بقى وتعرفوا تتتبعوا وهتمشوا وراه عشان تلاقوا هذه المقبرة وتطلعوا، بتعملوا ده ازاي؟ طبعا احنا بنشتغل مباحث مباحث تاريخيه يعني احنا بنقتفي الاثار وبنعرف، يعني مثلا مقبره توت عنخ امون عرفوا ان هي موجوده لانه لقوا البواقي بتاعه التحنيط، يعني بواقي عمليه الزباله بتاعه التحنيط لقوا فيها اسم توت عنخ امون، فتخيل انه اكيد هو مدفون قريب. فطبعا برضو عشان نبقى متفقين انه يعني احنا دايما عندنا احساس كده انه المصريين القدماء دول ناس ما كانتش بتغلط، لا كانوا بيغلطوا، وكنا بنلاقي حاجات مكتوبه غلطات املائيه في الكتابيات ايوه طبعا، لانه ما كانوا بني ادمين زي وزي حضرتك وزي كل الناس اللي بتسمعنا. حضرتك دول يعني كميه السيمتريه اللي بنسمع عنها في التماثيل والنحت بالليزر اللي مش فاهمين اصله ايه ده، لا لا لا، هم كان عندهم نظام صارم وقوي ودولة قادرة أنها تحط خطوط عريضة. لكن طبعا الخطأ البشري ده موجود، يعني بنلاقي كتير أخطاء إملائية مكتوبة في على المعابد وفي البرديات عادي، لأنه حضرتك اللي بيكتب ده بشر زينا، أنا وحضرتك لو هنكتب كتاب شوفي هنطلع كم غلطة إملائية وإحنا عندنا كمبيوتر وهنا، فما بالك اللي بيكتب بخط إيده. دكتور مونيكا حنة ونسألها سؤال الفزورة، هي لعبة هسألها لك وقولي لي هتعرفي اسم اللعبة ولا لا. ربنا يستر. هي موجودة على جدران المعابد على حسب ما قرأت يعني برضو صححي لي. اتنين بيمسكوا نبوت ضد بعض وبيقعدوا يضربوا بعض بالنبوت وبيكون في جمهور بقى في ساحة أو كذا، ولكن هي اشتهرت بعد كده في الموالد وفي الأماكن الصعيدية والجمهور هو اللي بيحكم من فيهم اللي ضرب التاني أقوى أو مين اللي كسبه. طبعا لعبة التحتيب واتسجلت في اليونسكو، ده التراث المعنوي لمصر، دي من أهم الحاجات اللي اتسجلت كتراث معنوي لمصر. ده أول كلاس بدرسه بقى في مقدمة عن علم التراث هو بشرح لهم لعبة التحتيب. شفتي بقى من جوه المنهج ازاي المنهج بتاعك انت شخصيا اللي انت حطاه. دكتور مونيكا حنة الأستاذ المساعد للأثار والتراث الحضاري وعميد كلية الأثار في الأكاديمية البحرية، كل سنة وانت طيبة ويا رب أيامك كلها سعيدة وخير ورخاء يا رب. كل سنة وإحنا كلنا طيبين وبخير دايما. آمين يا رب. كل اللي بيسمعونا في إنرجي، خلصت حلقتنا وخلصت لعبتنا مع نجم النهاردة. استنوني الحلقة الجاية في لعبة جديدة مع نجم جديد، وبكون معاكم أنا هبة حسب في اللعب مع الكبار.